الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، تأملات في الآية التاسعة من سورة الزمر. وعن سيرة التاجد أن آية صوصة عطاء السقالات من سورة الزمر، قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أيضا سوحة كتشوابة وكما أقويهنك صين بضل ما أمق الله أقويهنك وحي لاذين أقويهنك وحي باران إن درقرت وحي ليهن أرن كاسين إلهي كقاضنين يا قويهن الله إلا يا سأرك تدير شن شردي بقى الله حرية شردي قوه الرية وحوي أقويهن وأنو يقانا إلهي الدين تيس هدانو إلهي نأقونين دين تيس أنا وحوك قرن إني نما دين تأنو أقونين مين أوران كرنا وأقويهن لما أوران كرو وحلق فهم يا آيات سورة فاطر كسوغان انصامرني إنما يخشى الله من عباده العلماء. إلهي وحكى عبس العلماء ده. من هو العالم؟ عالم كواكوه وإن إلهي الدين تي سيقانه كادان إلهي ناقون دين تي سناقون علمي جمادي قاوحو دون يها يقانا عالم ما نقان أقويه ما نقان إنه قوك قادنا إن تلمانتا إلهي سبحانه وتعالى waxay uga dhalanaysaa caalim marka la leeyahay cabsi ilaahay weynay jirtaa wuxuu ilaahay ka cabsan karaa markuu ilaahay yaqaano idan ilaahay aqoon kama cabsato wax idaan aqoon ka cabsatidba qodobkaasi aad buu muhiim u yahay waana farqiga u weyn marka waa la iskaga tilmaamaa un caalim fulaan caalim fulaan caalim fulaan culumta maadiga dadka yaqaana gaalada shardiga labaadna isla suuradaas ku jira aayada aan soo akhrinayo وين عبسي جرتاه تلا كسو قاد او يقانا قفك الدين لكن الهي كما عبس دم انا عابده هل نسميه عالما كما مقا عابا انا مركان عالم لما يدا اقويها لما يدا بل استقابا كا ابتلاب بدن جاهل قفك جاهل كا دين انتو برت الهي كا بيري كاسنا اقويها لما يدا او اسم صحي فانسلق منها والايدا دينتو كنحبا عيد شردك الصدحات وحوي إنه إلهي سعابده يا سبحانه وتعالى وطلع يده إنه شاكيس وليب عبادة ذي سواء أنا نفرل ككو أغاين آيتاي سنة همتكو قبو سدي أما هو قانت آناء الليل هبين كساعدي سو عبادة وتاقين وعبادة قيام كسنة ساجدا وقائما وحي تلمامي سحالة دي سواء الله وضامدون أما إلهي بوتاقين أما وسو تشوسية وشردي إنه ألا عابده شرط أفراد وحويان إنه رميسان يا آخرة وكعب صنع وعمل فلاي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي هذا قفك ولا هذا عمل كيغا اسكرنا أفراد العلم كيغا يقول راعا حاجة قور وريغيس هل هو دين توانا قانا عمل كيغا هاي قنا علم قوان ذي شيء قاتهم ما يمشي سعان ميس علم كيسو نبرا كامله أقول تحمد ترتادان أمانة دينا لسعان يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يجمع بين الرجاء والخوف إلهي إن حريص دي سوى كان نذاب الرجيني عذاب كيسو آخرنا وكعرية وكعبصنية تسامر كاوحا إي كين يستاكر لنايا إنو وحبضا عبادة يستو أو وحبضا نفتي سوى على نعله أو وحبضا وككل سونا ويعمل كصميني شردك الشناد وحوين دين تكو عمل فلايو إلهي باوحو آية دامرك أسي آخر ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب تتك عقلي قال يبا تذكر لتذكر كوامح وأنه قفك الدين تبير دكتور وعمل في عليه ويحي اللود يدين اسكدين يوحى الله فرين يالي dhaqan ka shariic ah waa shan shardi marka inagu waxaynu soo qabsanaa meel ha dadku markay ka hadlayaan aqoontii wixii lamida
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انت يا ربي كشور دقا هذا حاجة وراك ما صوب بالعبا حاجة دمال الغم آخر يوم مركا أولو للباب بحي شيء سيد وارهن أقونتي سيد رؤة إن درجرت كينو شيء إله يوم مقنن بصفة عن وركيا آخرون مقنن بصفة عن وركيا جو عمل فلايا يؤمن بالغيب وحن مقبل رومانيا إن درجرت نما دواتها إن درجرت جو حوي شيء آن وأرقبة أو مقليبة إنه أرمي وجو قنعه سلا وح أركيا كله إلهي سبحانه وتعالى ملائك تيسا آخرة جنادة نارت حسابت قيامها وحاصل من صور مغذوي هنا مرك الله صاق عظام وخريه وبإلمينة سدوا من سيد رادي التذكر تذكر هو هير كامرك وبعده مرك الدات كان للي هاي وين دير قرد يو أقويها شنت عشر تبو إلى هاي نوع قط المامي شنت عدة قط المو نوع ترافني وينو صحيحنا وانا إنه قطينا لكن شنت هدي لجوايو إسكفر يسوى إنه لنا كل شيء ما هي الدات كلا كل شيء أنا قلنا كارد جيسن ميني مركا وحلاقة مرمى أنا قف كمسلم كا لكن سوء أورورينه أقويها نو والله يقان دين تإلهي يقانه كل رقمه وقف دينه وقف دين تإسلام كل رقمه يا يقانه آمين كاسا أي أقويها الله اعتراف يا تلمنا ذو قيمة بدن وين إنه لهي كقادنا سبحانه وتعالى الله ينوافعه إن جانا هاي نو يسره أصحابنا هاي نو قلقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dahab shiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag direyso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahab shiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helay adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dhaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed